من كان وراء إخفاء الحقيقة عن مشروع البصرة الأكبر. متكالبين علينا، هذا اللي يريد من عندنا الميناء وهذا يريد من عندنا أرصفة. وماذا رادت بريطانيا منه؟ ولماذا رفض طلبها؟ وأين سيكون ميناء الفاو؟ العراق عظيم، لازم يكون ميناء واجهته البحرية 750 كيلومتر على البحر، مو 41 كيلومتر. وما علاقة سقوط مدينة الفاو بيد إيران أثناء الحرب العراقية الإيرانية بالمشروع؟ وكيف سيمول هذا المشروع بكلفه العالية؟ 260 مليار دولار صرفت على المشاريع الوهمية. وماذا قالت عنه المرجعيات الدينية عندما وضع على طاولتها؟ لأن هذا ميناء الفاو يقزم العراق، مثل أنت واحد عملاق رايح للجامعة تلبسه ثوب الروضة. القصة كاملة بجزئين في برنامج من بغداد مع الإعلامي نجم الربعي.